العناد ظاهرة معروفة في سلوك بعض الأطفال، حيث يرفض الطفل ما يؤمر به أو يصر على تصرف ما. يتميز العناد بالإصرار وعدم التراجع حتى في حالة الإكراه، وهو من اضطرابات السلوك الشائعة عند الأطفال، وقد يحدث لمدة قصيرة أو مرحلة عابرة، أو قد يكون نمطاً متواصلاً وسلوكاً وشخصية للطفل. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور فهد اليحيى، استشاري في الطب النفسي. صباح الخير دكتور فهد. متى وفي أي عمر نقدر نصنف تصرفات الطفل على إنها عناد؟ صباح الخير عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين الكرام. ممكن من بداية الطفولة، يعني ممكن أنها تصير أقصد الطفولة المبكرة من سنتين، ممكن نلاحظ سمة أو ميزة العناد عند الطفل. أنا آسف على كلمة سمة، لأنه ما هو من المؤكد أنها تكون سمة. سمة نتكلم عنها لو كبر وظلت معاه، يعني لو تعدى سن 18 مثلا وظلت معاه، هنا نتكلم عن وجود سمة في الشخصية. لكن العناد اللي بنتكلم عنه يعني هو ممكن أنه يكون يهمنا لما يكون متكرر، يهمنا لما يكون يستمر فترة طويلة، هنا يعتبر مشكلة ويتم التعامل معه. إنما لو كان وقتي أو لحظي أو لظروف معينة، فيكون التعامل معه بالتعامل مع الظروف. أحيانا بيكون هذا نوع من احتياج الطفل، إذا فيه مشاكل مثلا في الأسرة بينه وبين الأب والأم، أو إذا في تغيرات في محيط البيت، ضيوف حضروا الإقامة ولا ناس راحوا أو وجود طفل جديد، كل هذه ممكن تكون مظاهر الطفل بيحاول أنه ما يقدر يعبر عن مشاعره الداخلية، ولكنه يتجه إلى هذا السلوك. عندما ننظر إلى العناد أيضا ننظر إليه كجزء أو كظاهرة وحيدة، أو ننظر إليه كجزء من اضطراب عام. أحيانا يكون اضطرابات العنف زي اضطراب اللي بيسمونه بالإنجليزي Oppositional Defiant Syndrome، اللي هو ممكن نترجمه اللي هو اضطراب العنف التحدي ولا الجريء، اللي يكون فيه عنف شديد وفيه عند. أو اضطرابات سلوكية أخرى. وهنا فلما يكون جزء من مشكلة كبيرة يتم التعامل مع المشكلة ككل. طيب. لكن دائما الأهل لهم دور. أكيد دكتور فهد، خلينا بس نتحدث عن العناد يعني كحالة عابرة أو كرد فعل طبيعي، يعني بعيدا عن الاضطرابات السلوكية، عشان نعطي بس بعض النصائح. الأهل يعني هم مثلا في مكان عام، الطفل مش حابب يمشي معاهم أو يعني بدأ يصرخ، كيف يتصرفوا في هذه أو في هذا الموقف؟ كيف يتصرفوا مع الطفل العنيد في موقف معين؟ التصرف يعني هو أهم شيء اللي هو الهدوء، وللأسف احنا نفتقد الشيء هذا. يعني عادة بنستجيب بانفعال، وخاصة لما نكون مستعجلين ولا في مكان عام ولا كذا. أولا الهدوء، ثانيا أفضل شيء أن الواحد بينزل المستوى الطفل، يعني يصير عشان يكون العين في العين مباشرة، بيحاول أنه يمسكه، لكن ما هو بقوة، بنوع من الحنان، بأنه أجل الآن هنا معاك عشان أساعدك. أيضا الشيء المهم أن الواحد ما يقول للطفل مثلا أنا ما أحبك ككل، ولا أنا ماني أو ماني راضي عنك ككل. لا، المفروض أنه يقال له بطريقة معينة، أنا أحبك لكن ما أحب السلوك هذا. هل يقصده؟ إذا نتكلم على موقف محدد زي اللي ذكرتي حضرتك، هنا ممكن أنه كمان نستخدم بعض الإغراءات ولا بعض الأشياء هذه، والمساومة مع الطفل عشان نطلع من الموضوع. طب. لكن إذا كان تكرر العناد تفضلي. يعني هي بس هذه، إحنا الكلام هذا جدا جميل، وإني أجلس أتكلم معاه بطريقة حلوة وأقول له حعمل لك كده وحعمل لك كده، بس بعض الأطفال عشان نكون واقعيين مستفزين، فتلاقي الأهل بعد مرة واثنين وثلاثة ما في حل إلا أنه يضربه. يعني بس عشان نكون واقعيين، في فعلا أطفال متعبين. نعم،
ما في شك اكيد في اطفال متعبين هنا ممكن ناخذها يعني قلت لك هذه تصير انها بشكل عام. انت تكلمت الان يا اختي الكريمه على شيء متكرر. نعم. اذا الشيء متكرر هنا ننظر الى اضطراب سلوكي. هنا في ظهر في اضطراب سلوكي يمكن في جانب واحد يظهر فقط في العناد. هنا يجب انه عمل بروجرام عمل برنامج للتعامل مع الطفل هذا. اولا زي ما قلنا نشوف اول شيء ظروف البيت، ثانيا انه دائما يكون في جلسات مع الطفل في البيت حتى هو في غير العناد بيقال له كذا وكذا وكذا، انه نكون ايجابيين معاه، انه زي ما قلت اول انه انا احبك لكن ما احب السلوك هذا منك. نعم. الشيء الاخر اللي هو المفروض انه بيتعمل انه كمان لما نقول له بيعمل الشيء او عشان يتجاوزه نقوله بشكل ايجابي ومو بشكل سلبي، ما هو يعني لو بالمعنى هذا بقوله تبطل عناد ها او عشان انا ما اعاقبك، هنا في نوع من السلبيه، لكن لو تبطل عناد يكون كذا احسن لك، لو تبطل طيب. عناد يكون هذا افضل مع زملائك ولا مع اصحابك. نعم. ايضا يكون في برنامج بيتعمل ويكون بسهوله ممكن اللي هو حسب عمر الطفل وكذا اللي هو العقاب والثواب. صحيح. وأقل عقاب ممكن يتعمل اللي هو اللي يسموه تايم آوت، يقعد على جنب ولا يجلس في غرفته. صحيح. إذا كان 5 سنين 5 دقائق وهكذا. طيب دكتور، البعض ينصح بعملية التطنيش أنه هو يكون الحل الأمثل مع يعني شخصية الطفل العنيد، أو إذا كان تصرف عنت فيه حتى لو كان في مكان عام، أوكي مش حابب تيجي معانا خليك، والأهل فعلا يبدأوا يمشوا يبتعدوا عن الطفل. شو رأيك بهالاستراتيجية التطنيش؟ هذه يعني ما تكون دائمة ولكنها تنفع. تطنيش اللي يقدر يطنش هذا الشيء ممتاز، لكن كمان أحيانا حسب نوع الطفل. أنا أرجع مرة أخرى وأقول عشان بس المشاهدين الكرام ما يخذونه على علاته أو على إطلاقه، أحيانا الأهل حيسيبوه ويروحوا الطفل يعند ويجلس حتى أنه بيخاف ويفقد الحماية. أيوة. لكن يلجأ إلى ثورات الغضب، يرمي نفسه على الأرض، يخبط، يزعق. فبالتالي الأهل حيضطروا يأخذوه، حيضطروا يرجعوا له. فبينفع الطناش في مواقف ومواقف لا، ولكن ضمن استراتيجية عامة. طيب نود أن نشكر طبعا الدكتور فهد اليحيى استشاري في الطب النفسي، كنت معنا من الرياض، وكان موضوعنا طبعا كيفية التعامل مع الطفل العنيد.